الله عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الدرس الجديد سنتطرق إلى طريقة كتابة منهجية برودكسيون كريت، التعبير والإنشاء، يعني صالحة لجميع المواضيع. بالنسبة يعني ديما كنبداو بالانتروديكسيون اللي هي المقدمة، غتجي الورقة تاعك وغتكتب ديريكتومون هاد المقدمة هادي، غير قبل ما تكتبها دخل بواحد جوج مربعات ودير دي ماجوسكول. علاش؟ حيت المصحح ملي كيشوف هاد الورقة نتاعك يعني منظمة وداخل بجوج مربعات وكاتب بحال هادو اللي كاتب انا بالصفر شي لون مغاير، هادو كيتسمى لي كونيكتور لوجيك، الاستاذ كيتسهل معاك. المهم ندخلو ديريكت للطارس. المهم لانتروديكسيون هي المقدمة، نديرو دون نوتر سوسيتي اون تروف بوكو دو جون. هاد دو جون الا بيتي دير دو جون خليها، بيتي ما عجباتكش دو جون غدير دو بيرسون كي بونس كو. هنا تحط الموضوع، هنا تحط الموضوع. مثلا نفترضو اننا حطينا يعني سي اون سيبوز حطينا مثلا لارجون في لو بونا، مثلا كي بونس كو لارجون في لو بونا الوغ. هاد الوغ تكتبها نتايا بشي لون مغاير. فيما شفتي معايا هنا هاد الكلمات لي كونيكتور لوجيك وبيان لي ليان لوجيك كتبتهم انا بالصفر، حتى نتا كتبهم بشي لون مغاير في الورقة نتاعك. الوغ كو دوطر استيم لو كونتخيغ، تحط هاد السؤال يعني تمشي للصدر دير دونك او لا الوغ. المهم دونك لاكيل دي دو زوبينيون دو تون ديفوندر، سوا بغيتي دير هاد السؤال سوا بغيتي تزيد هذا او لا دير هذا بوحدو او لا دير هذا بوحدو او لا بغيتيهم بجوج. او بيان دير دونك لاكيل دو دو زوبينيون دوفيان لو بلو ريزونابل. ابري غندوزو العرض اللي هو لو ديفلوبمون. بالنسبه للعرض عاوتاني نفس القضية، يعني غتدخل بجوج مربعات، غتدخل بجوج مربعات ودير لي بيرسون كي ديز كو داك الموضوع اللي قلناه هو لارجون في لو بونور. دير لي بيرسون كي ديز كو لارجون في لو بونور اي طاي لوغ تيس باغ بون نومبغ دارغيمون، غدير فيغكول. هادو اللي انا كاتبهم باللون الصفر غتكتبهم نتايا في الورقة نتاعك باللون الاخضر والاسود غير احمر لا. المهم هادو كيتسماو لي ليان لوجيك. غدير دابور هنا غدير ارغيمون 1 بالنسبه لهادو اللي كاتب اللي كاتبهم انا بالاحمر لي زارغيمون، غنخليهم ليكم في الاخير ديال لا فيديو، يعني تبعوا معايا حتى الاخير ديال لا فيديو. غدير دابور دير ارغيمون 1 انسويت ارغيمون 2 فيرغول اونفان ارغيمون 3. جي عاوتاني دير باغ كونطخ، يعني باغ كونطخ غديرها بشي لون مغاير، باغ كونطخ فيغكول دوطرو بيغسون سي اوبوز اون سو ديفوندون باغ دوطرو بروف. دير فيغكول بوغ او فيغكول ارغيمون ان. كيما قلتلكم تبعو معايا حتى الاخير ديال الفيديو، عطيكم لي زارغيمون لي ديال داك الموضوع ديال لارجون في لو بونور. دير فيغكول ملي كتحط ارغيمون ان دير فيغكول en plus argument 2 virgule en ajoutant يعني بالإضافة argument 3. هذه بالنسبة للعرض لو ديفلوبمون، ما تنساوش تدخلوا بجوج مربعات كما قلت لكم. ابري نجيو لا كونكلوزيون اللي هي الخاتمة. بالنسبة للخاتمة غتجي وغتقول finalement à mon avis je suis soit غدير je suis d'accord avec l'argent filo bonheur ou bien غدير à mon avis je suis contre l'argent filo bonheur. يعني ختاما او في النهاية في رأيي انا مع l'argent filo bonheur. الا كنت ضد هاد l'idée غدير je suis contre l'argent filo bonheur. بالنسبة لهاد à mon avis يعني ما بيتيش هاد à mon avis، بيتي دير شي كلمة أخرى غدير à mon opinion، يعني غدير finalement à mon opinion je suis d'accord avec l'argent fait le bonheur ou bien finalement à mon opinion je suis contre l'argent fait le bonheur. أو لا يعني عطا الله عطا الله des expressions. المهم غدير أو لا غدير finalement pour moi je suis d'accord avec l'argent fait le bonheur ou bien pour moi je suis contre l'argent fait le bonheur.
بالنسبة لهاد فينالمون سوا بيتي دير فينالمون سوا بيتي دير اون كونكليزيون او لا اون ديفينيتيف دونك كنتمنى توصلوا بالفكرة وتفهموا هاد لا ميثودولوجي ديال لا برودكسيون اكريت. دابا غنمروا لي زارغيمون. بالنسبة لي زارغيمون اللي هما بور اللي هما ضد او لا عفوا اللي هما مع لارجون في لو بونور كيقولوا هما سو فيغ بليزير كيديروا لينا المتعة كيخلقوا لينا المتعة. الارغيمون الثاني كنحسوا ب يعني قال لك هنا اون فيرتي اون ريكولت سكو لون سام يعني كنحصدوا نحصدوا ما نزرع. المهم اون فيرتي هادشي ماشي مهم. اون فيرتي سي كوا اون فيرتي هي الفخر يعني ملي كيكون عندنا الفلوس كنحسوا بالفخر بالافتخار كما نقول. الارغيمون 3 بيرمي دي ليفي لو نيفو سوسيال دو لا بيرسون سيتادير كيسمح لينا باش ملي كيكون عندك الفلوس كيسمحوا ليك باش ترفع من المستوى المعيشي نتاعك ولا من المستوى الاجتماعي ديالك. بالنسبه ديال كونتر غدير ارغومون 1 لارجون ناشيت با لو بونور يعني الفلوس براسهم ما كيشريوش لينا السعاده اولا لي بوفر سو بارفوا بلوز او بيان لي بوفر سون بارفوا بلو اورو كو لو ريش يعني سيتادير اولا سينيفي كو الفقراء كيكونوا بعض الاحيان فرحانين على الاغنياء. ارغيمون 3 لارجون كريي ان ايزولمون سوسيال يعني ملي كيكون عندك الفلوس كتكون منعزل كتكون منعزل اجتماعيا يعني ما كتكونش مرتبط بالناس. ارغيمون 4 لارجون يعني افوار دارجون سي اون سورس دو كونفلي يعني ملي كيكون عندك الفلوس هو عباره عن مصدر ديال الصداع ولا ديال الصراع. دونك اتمنى ان ينال هذا الدرس اعجابكم ولا تنسوا مشاركته مع اصدقائكم والى اللقاء.